We're delighted as always to have you join us. So in today's show, we're gonna talk about the United States, the Middle East, uh أنا آدم إيرلي ويسرني دوما أن التقي بكم في مع المغرب من واشنطن. سنناقش اليوم قضية إدارة الرئيس الأمريكي بايدن لملف توازن القوى في الشرق الأوسط. فإيران يحكمها نظام متشدد وعلى الرغم من أنها وافقت على العودة إلى المحادثات في جنيف، إلا أن معظم الخبراء ليس لديهم الكثير من الأمل في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشان البرنامج النووي الإيراني. ويستعد الحوثيون في اليمن للاستيلاء على مدينه مارب الاستراتيجيه لبنان في حاله سقوط حر فقد انهار اقتصاده ويسيطر حزب الله على الحكومه وحظرت المملكه العربيه السعوديه جميع الواردات من البلاد ونصحت دول الخليج الاخرى مواطنيها بمغادره لبنان بشار الاسد يسيطر على سوريا وعدد الدول العربيه التي تطبع العلاقات مع نظامه الاجرامي اخذ في التزايد وتكثف كل من تركيا وروسيا من وجودهما العسكري في المنطقه بقواعد او قوات في سوريا وليبيا وقطر فما الذي تفعله اداره بايدن ازاء كل هذا ان علاقات اداره بايدن مع اقوى دولتين في المنطقه مصر والسعوديه مضطربه وعينت مبعوثين خاصين لليمن والقرن الافريقي، لكنهم عجزوا عن التاثير على الاحداث هناك. وواصلت اداره بايدن سياسات اداره ترامب فيما يتعلق بالاتفاق الابراهيمي من ناحيه، والتخلي عن سوريا من ناحيه اخرى. وايران لم ترتدع الى الان. ولم تسفر حملة الضغط الأقصى لترامب ولا جهود بايدن الدبلوماسية عن تغيير السلوك الإيراني ينضم الينا في هذه المناقشة خبير في السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط انه الدكتور ستيفن كوك كبير الباحثين في شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مجلس العلاقات الخارجيه وله العديد من الكتب المهمه حول الشرق الاوسط منها كتاب الفجر الكاذب الاحتجاج والديمقراطيه والعنف في الشرق الاوسط الجديد وكتاب الكفاح من اجل مصر من عبد الناصر الى ميدان التحرير وسيصدر له قريبا كتاب بعنوان نهايه الطموح ماضي امريكا وحاضرها ومستقبلها في الشرق الاوسط ونبدا النقاش كالمعتاد مع المعلق الخاص للبرنامج جادي جوردون جيدي انت كنت مستشار السياسه الخارجيه في حمله الرئيس ترامب الانتخابيه ما هو تقييمك لسياسه اداره بايدن الخارجيه في الشرق الاوسط وأهم ما يميزها الفارق الرئيسي بين رئيسي بايدن وترامب فيما يتعلق بالشرق الأوسط وإيران طبعا وهو ما يمتد إلى دول أخرى فنحن نرى الآن أسوأ علاقات أمريكية مع السعودية على سبيل المثال لأن إدارة بايدن تحاول العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران وستستأنف المحادثات حوله في أواخر هذا الشهر كما ذكرت ولكن الرئيس ترامب كان يتميز بسياسة الصقور فيما يتعلق بإيران سواء كان ذلك علنا أم سرا لأنه كان يعتقد بالفعل أن بوسع التأثير على العلاقات بما يخدم الولايات المتحدة بشكل أفضل بالانسحاب من الاتفاق النووي كما فعل وبفرض عقوبات صارمة شلت الاقتصاد الإيراني كما انه وافق على تصفيه الجنرال سليماني الذي قاد قوات القدس لاكثر من عشرين عاما وفي كثير من الاحيان يقال ان رجلا واحدا بامكانه ان يحدث الفارق ولكن في حاله ايران لم يكن الوضع كذلك منذ تم قتله هكذا يرغب الرئيس بايدن في العوده الى الايام التي كان فيها نائبا للرئيس لثمانيه اعوام في عهد اوباما حيث دخل الاتفاق النووي مع ايران واعتقد انه يسعى للعوده اليه ولكن ليس باندفاع الرئيس اوباما وهناك مشاكل عديده في الولايات المتحده تحول دون تركيز الامريكيين على ايران ولكن وكما ذكرت سواء في اليمن او في القرن الافريقي وبشكل تدريجي ومتواصل يسعى الرئيس بايدن لتحقيق قفزات منتظمه لتحسين العلاقات مع ايران وعلى الجانب الايجابي واتفق على ذلك معظم الامريكيين فان الرئيس بايدن لا يزال يساند الاتفاقيات الابراهيميه التي تضمن لاسرائيل علاقات افضل مع عدد من دول المنطقه وكذلك بالنسبه لقضيه الصحراء حيث لم يتراجع عن قرار ترامب. آه نعم هذه حقيقه نقطه جيده حقيقه. آه الان اتحول الى ضيفي آه ستيفن كوك.

اعتقد ان مسؤولي الشرق الاوسط الذين تحدثت معهم خلال الشهور العشرة في ظل ادارة الرئيس بايدن كانوا ابتداء مفعمين بالامل ازاء العودة الى نوع ما من العلاقات الخارجية الطبيعية في المنطقة بعد كل ما فعله الرئيس ترامب لمساندة بعض هذه الدول من خلال التغريدات او التصريحات المفاجئة. ورغم وجود قدر من التوقعات لهذه العلاقات الامريكيه الطبيعيه في المنطقه في البدايه فان هناك شعورا بان ذلك امر ضروري لحكومات هذه الدول واعتقد ان مسؤولي المنطقه راقبوا ما فعلته اداره الرئيس بايدن في افغانستان وتساءلوا عما سيكون عليه الموقف الامريكي في الشرق الاوسط وما الذي سيعنيه ذلك بالنسبه لهم. وخلال تلك الشهور العشره ظهرت تقارير لا حصر لها عن كيف تحاول اداره بايدن الابتعاد عن التركيز على منطقه الشرق الاوسط. ولفت نظري هنا ان اهم قضيتين بالنسبه لاداره بايدن هما العوده الى الاتفاق النووي مع ايران ومساعده المملكه العربيه السعوديه على الانسحاب من الحرب في اليمن، وحتى الان لم تسر الامور فيهما بشكل طيب، لان ايران لم تبدي تعاونا بعد فيما يتعلق بالاتفاق النووي، ولم اجد احدا هنا في واشنطن يعتقد بجديه ايران في العوده لذلك الاتفاق، وفيما يتعلق باليمن فمن الواضح ان الحوثيين يستخدمون تفوقهم على قوات الحكومه المعترف بها في اليمن، ويساند الحوثيين في ذلك الايرانيون، على الرغم من استضافه الحكومه العراقيه لمحادثات بين ايران والسعوديه وهذه ليست مشاكل هينه ولكن من منظور القاده العرب في المنطقه فانهم يتساءلون ما هي الاستراتيجيه الامريكيه في المنطقه التوجه الذي نراه وهو ما كان سائدا في عهد اوباما هو ترك حكومات الشرق الاوسط تتعامل بنفسها مع المشاكل بدلا من الاعتماد على الولايات المتحده وهو توجه دعمته اداره ترامب فحين شن الايرانيون هجوما على منشات نفطيه رئيسيه في السعوديه في عام 2018 لم ترد اداره ترامب بنفس الكيفيه التي توقعها زعماء المنطقه من الولايات المتحده ازاء مثل ذلك الاستفزاز، لذلك هناك شعور عام بان الولايات المتحده ليست ملتزمه بالدفاع عن المنطقه مثلما كانت في الماضي نعم ربما تكون سياسة خارجية معتادة ولكنها بالتأكيد ليست سياسة خارجية أكثر فاعلية هذا هو الموضوع باختصار ولكن دعنا ندخل في تفاصيل أكثر قليلا حول بعض المناطق المحددة التي سيتم اختبار هذه السياسات فيها ولنبدأ بإيران الآن أنت تحدثت عن التشاؤم بشأن أي تقدم في المحادثات النووية في فيينا آه، وتعلم ان الاداره كانت حريصه جدا على التوصل الى اتفاق نووي لدرجه انها تبذل كل ما في وسعها لعدم استفزاز ايران وفي الوقت نفسه يستمر دعم ايران لوكلائها في جميع انحاء المنطقه بما يحمله ذلك من اثار سلبيه للغايه سؤالي لك هل تعتقد أن الولايات المتحدة يمكنها أو ستتخذ إجراءات من شأنها أن تردع إيران أو تجعلها أقل تهديدا؟ من منظور الشخصي أعتقد أن الانسحاب من الاتفاق النووي وكذلك العودة إليه ينطويان على إشاعة عدم الاستقرار وربما يكون الأفضل بالنسبة للولايات المتحدة احتواء إيران وردعها، فلسنا بحاجة إلى اتفاق نووي معقد لتحقيق ذلك. وفيما يتعلق بإدارة بايدن فإنها تؤمن إيمانًا قويًا بأن التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران هو أفضل سبيل لوقف تطوير إيران لقدراتها النووية، وأن سياسة ممارسة أقصى الضغوط على إيران التي اتبعتها إدارة ترامب زادت في الواقع من تطور برنامج إيران النووي. لفت نظري هنا ان ايران مصممه على تطوير قدراتها في التكنولوجيا النوويه سواء مارست واشنطن اقصى الضغوط او عادت الى الاتفاق النووي لهذا فانني دعوت الى استراتيجيه للاحتواء كافضل توجه امريكي لا يحول دون استخدام القوه الامريكيه المسلحه وفي نفس الوقت لا يعني ضروره دخول الولايات المتحده في تلك المحادثات التي يسارع الجميع الى شكر ايران على الدخول فيها واعتقد ان اداره بايدن تحاجج بان ردودها على الاستفزازات الايرانيه تتسم بضبط النفس حيث تحاول الجمع بين البقاء في المحادثات وفي نفس الوقت ارسال رساله لايران ازاء النشاطات التي تقوم بها في ارجاء المنطقه فعلى سبيل المثال عندما هاجمت اذرع ايران القوات الامريكيه او حلفائها في العراق ردت الولايات المتحده بشن غارات على تلك الميليشيات وهذا هو الاسلوب الذي اتبعته الاداره الامريكيه ولكن كما قلت لن تسفر محادثات الاتفاق النووي مع ايران عن شيء غير انها ستخدم الجانب الايراني جي دي، قبل ان ننتقل الى فاصل قصير، ما رايك في رؤيه ستيفن من انه في الوقت الذي مارسنا فيه اقصى درجات الضغط على ايران، وجدناها وقد سرعت من برنامجها النووي؟ I would agree أتفق مع ستيف على ذلك وأعتقد أن هناك نقطة هامة أثرها وهي الضربات التي تم توجيهها ضد ميليشيات إيران في العراق وهو ما نسيه الكثيرون بالفعل وهو ما لم يكن تطورا إخباريا نوقش في الولايات المتحدة حيث لم يحظى بالتغطية الإعلامية إلى اليومين فقط مشاهدينا مشاهدين الكرام When we come back after the break we're going take a look مشاهدين الكرام بعد الفاصل سنلقي نظرة على عدد من القضايا الأخرى مثل سوريا ولبنان واليمن وسوف نناقش ما يعنيه الوجود الضعيف أو بالأحرى ما يعنيه عدم مشاركة الولايات المتحدة في تحقيق توازن القوى الجيوسياسي بمعناه الأوسع في المنطقة وذلك بإلقاء نظرة فاحصة على أدوار روسيا وتركيا والقوى الأخرى التي ربما تستغل فراغا ناتجا عن عدم تدخل الولايات المتحده. بعد الفاصل سنلتقي ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام. ولكم باك تو مع المغرب من واشنطن. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في مع المغرب من واشنطن ومعنا في مناقشة حلقة اليوم الدكتور ستيفن كوك الأستاذ في مجلس العلاقات الخارجية حيث نناقش توجهات إدارة بايدن إزاء توازن القوى في الشرق الأوسط أه ستيفن دعنا ننتقل إلى, أه إلى سوريا ما يلفت الانتباه بشده في الشان السوري هو ان هناك استمراريه للسياسه الخارجيه لاداره ترامب وبايدن والمتمثله في التخلي عن سوريا لاسباب متنوعه ونرى ان روسيا وايران تساعدان بشار الاسد ليبقى في السلطه وراينا ايضا مؤخرا ان مصر والامارات والاردن تتخذ خطوات باتجاه تطبيع العلاقات مع الاسد حدثنا عن تداعيات هذه التحركات التي اراها هزيمه استراتيجيه لامريكا. من الواضح ان سوريا والحرب الاهليه فيها ليست من اولويات اداره بايدن. وكما راينا في اغلب الاحوال هناك قدر اكبر من استمراريه السياسه الخارجيه الامريكيه يفوق الوعود في الحملات الانتخابيه. ويمكن تصور ان مستشاري الرئيس بايدن في المكتب البيضاوي نظروا الى الوضع في سوريا لدى توليه المنصب في يناير الماضي وقالوا له: ليس هناك الكثير الذي يمكن لامريكا عمله هناك الا اذا كنت راغبا في استثمار مزيد من الموارد والقوات في الصراع السوري بحيث يعطي واشنطن ميزه نوعيه مقابل ايران وروسيا وتركيا. واعتقد ان الولايات المتحده فوتت فرصه مبكره في ذلك الصراع كان يمكن من خلالها للولايات المتحده ان تقدم شيئا ايجابيا في سوريا. ومنذ ذلك الحين كان من الصعب على اداره اوباما ثم اداره ترامب والان اداره بايدن ان ترى كيف يمكن اسداء خدمه للمصالح الامريكيه بمزيد من الانخراط في سوريا. ولم يتبقى لامريكا سوى 900 جندي منتشرون في شمال شرقي سوريا فقط لمراقبه ما الذي تفعله ايران وروسيا في سوريا. فيما بدا بشار الاسد والروس في محاوله السيطره على ما تبقى من الاراضي السوريه الخارجه عن سيطرتهما في وقت بدأت فيه حكومات عربيه اساسيه في اخراج الاسد من عزلته وهو ما اشرت اليه ادم واعتقد اننا بصدد الاقتراب من نهايه الصراع في سوريا ولكن يبقى السؤال هو كم سيكون عدد اللاجئين وكم عدم الاستقرار الذي يمكن ان يسببه ذلك في لبنان وتركيا واوروبا قلت شيئا مثيرا للاهتمام حول سوريا واعتقد انه ينطبق ايضا علي اليمن قلت ان اداره بايدن تعلم انه لا يوجد الكثير مما يمكننا فعله إذا طبقنا نفس المنطق على اليمن قلنا في بداية الحلقة إن الحوثيين على وشك السيطرة على مأرب وأريد أن أقرأ لك شيئا مما كتبه ديفيد شنكر الذي كان مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وأقتبس بالنص ما كتبه إذا هزم الحوثيون الجيش الوطني اليمني في أحد معاقله الرئيسية الأخيرة في الشمال فإن الحوثيين سيكونون قد ربحوا الحرب بشكل أساسي لذلك سيكون من واجب أمريكا احتواء الضرر الإيراني في اليمن الخاضع سيطرة الحوثيين والحفاظ على سلامة الشحن عبر البحر الأحمر والتقليل من طموحات الحوثيين الإقليمية آآ آآ الآن مع الأخذ في الاعتبار الدرس الذي تعلمناه في سوريا هل تعتقد أن هذا شيء تحاول أمريكا القيام به وإذا كان الأمر كذلك ما مدى فاعليته لو تمت هزيمة قوات الحكومة اليمنية فان ذلك يجب ان يشجع الولايات المتحده على القيام بدور اكثر نشاطا في شبه الجزيره العربيه يشمل مساعده السعوديه في حمايه حدودها واحتواء النشاط الايراني الشرير وضمان حريه تدفق التجاره والطاقه عبر الممرات المائيه الاستراتيجيه المحيطه بشبه الجزيره العربيه والتي تشكل نقطه اساسيه في السياسه الخارجيه الامريكيه في الشرق الاوسط بل وفي انحاء العالم حرية الملاحة التي قد تصبح محل تساؤل اذا ما تمت هزيمة قوات الحكومة اليمنيه وهو امر يبدو محتملا حاليا ورغم كل التركيز الذي وضعته الولايات المتحدة لمدة طويلة على سوريا لقربها من اسرائيل فاننا بصدد صراع في اليمن لم يحظى باهتمام امريكي كبير رغم انه قد يسفر عن الحاق الضرر بالمصالح القومية الامريكية <applause> for United and the world تكلمت عن التعقيدات الاوسع الواقع على الولايات المتحده وعلى العالم بسبب هذه التطورات الحادثه في اليمن وسوريا وغيرهما. ما هي التداعيات الجيوسياسيه لما يمكن ان نسميه ليس انكماش الدور الامريكي في المنطقه ولكن نسميه عدم لعب امريكا لما يجب ان تلعبه من دور؟ ان تعرف من المؤذي ومن هو الداعم وانا هنا اتكلم تحديدا عن, عن روسيا وعن تركيا وعن المملكه العربيه السعوديه دعنا أيضا نتناول الصين التي أصبحت بشكل متزايد داخل المنظور الأمريكي للسياسة الخارجية أولا نحتاج إلى خطوة إلى الوراء ونتفهم أن الولايات المتحدة لا زالت القوة العظمى المهيمنة في الشرق الأوسط والسؤال هو كيف نريد استخدام هذه القوة ولتحقيق ماذا؟ أعتقد أن المشكلة خلال السنوات العشرين الماضية هي أننا افتقدنا التركيز على ما هو المهم بالنسبة للولايات المتحدة وتورطنا في قضايا ليست مرتبطة مباشرة بمصالحنا في المنطقة كحرية تدفق البترول وحرية الملاحة وأمن إسرائيل ومواصلة الهيمنة الأمريكية. وعندما أظهرت الولايات المتحدة عدم رغبتها في أن تصبح طرفاً مشاركاً بشكل مباشر في المنطقة ولا أن تستخدم قوتها كما فعلت في الماضي، شجعت أطرافاً في المنطقة على أن تتولى الأمور بنفسها. ومنذ أن ناقشت الولايات المتحدة فكرة انسحابها من المنطقة لم تكن مصادفة أن الروس والصينيين سعوا لتوسيع نطاق نفوذهم في المنطقة وكان الروس في ذلك أكثر شراسة حيث بدأ قوس نفوذهم من أنقرة عاصمة دولة عضو في حلف الناتو ليمتد إلى شمال إفريقيا وهذا أمر هام لأن الوجود الروسي لا يقتصر على الشرق الأوسط ولا على تحدي الولايات المتحدة بل تحدي الغرب واوروبا من نقطه ضعفها وهو تعبير تم استخدامه من قبل في التاريخ بل وسمح ذلك لدول لها طموحات اقليميه مثل تركيا وايران لمد نفوذهما كذلك في المنطقه ومع ان تركيا عضو في حلف الناتو فانها لا تشارك بالضروره الولايات المتحده في المصالح في المنطقه وهو ما ينطبق كذلك على إيران. وأعتقد أن التحدي الصيني للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط ليس بقدر التحدي الصيني للمصالح الأمريكية في شرقية آسيا وبحر الصين الجنوبي على سبيل المثال. ولكن إظهار الولايات المتحدة عدم رغبتها في استخدام قواتها، بالإضافة إلى إظهار الاستقطاب السياسي والخلل الداخلي في الولايات المتحدة، ادى الى ان دولا في الشرق الاوسط بما فيها شركاء للولايات المتحده تزداد اقترابا من الصين ليس بالضروره لاغراض دفاعيه ولكن ايضا للاستثمار والتجاره. الصين اصبحت اكبر شريك صناعي وتجاري في المنطقه كما هو الحال في مناطق اخرى من العالم وهذا عنصر اخر لم تكن الولايات المتحده مضطرة للتعامل معه في تلك الفتره الطويله ما بين عامي 91 والان. انتقل الى جيدي لنفتح نقطه اخرى من المناقشه وهي اسرائيل كيف تتعامل إسرائيل مع هذه التطورات التي ذكرها ستيفن؟ أولا كانت إسرائيل نشطة في جهودها لهزيمة تهديد إيران كما هو الحال حاليا وقبل وقت ليس ببعيد اغتيل أبرز العلماء النوويين الإيرانيين وكانت بصمات إسرائيل واضحة في كثير من التقارير الإخبارية ثم جاء قيام أمريكا بقتل جنرال سليماني واختفاء رجل واحد يمكن أن يحدث الفارق وهو مماثل لحالة البرنامج النووي الإيراني فعقب اغتياله لم تعد إيران كما كانت من قبل وتريد إسرائيل أيضا التأكد من استمرار إدارة بايدن مع الاتفاقيات الإبراهيمية لأن هناك العديد من الأصوات في الكونغرس يمكن اعتبارها متطرفة قبل عشر أو عشرين عاما من وجهة نظر إسرائيل وتحدث هنا عن فرقة من الأعضاء الديمقراطيين من أقصى اليسار الذين يتخذون مواقف مضادة لإسرائيل مع ذلك استطاعت تمرير تمويل القبة الحديدية بأغلبية واضحة في الكونغرس ومع ذلك هناك قلق إسرائيلي زاد. التوجه الامريكي الى اقصى اليسار وانتهاج مواقف في واشنطن ضد اسرائيل. لنتكلم الان عن الاتفاق الابراهيمي الذي يعتبر المغرب جزءا منه، هل ترى اي احتمال ان الزخم الناتج عن الاتفاق الابراهيمي يمكن تسخيره لتحقيق السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين؟ وماذا سيكون دور دول مثل المغرب في مثل تلك العمليه؟ اعتقد ان جوهر منطق الاتفاقيات الابراهيميه وانه فيما يقوم عدد من الدول العربيه بتطبيع العلاقات مع اسرائيل ينتج عن ذلك امران ستكون إسرائيل أكثر رغبة في اتخاذ خطوات لتحقيق السلام مع الفلسطينيين كما أن الدول العربية التي ستطبع علاقاتها مع إسرائيل تصبح قادرة على استخدام نفوذها لدى الفلسطينيين لتشجيعهم على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق حل عادل ودائم ولا الوقت مبكرا لمعرفة ما الذي ستقوم به المملكة المغربية ولكن العلاقات تتعمق بالفعل بين اسرائيل والامارات العربيه والبحرين، ولكننا بحاجه للنظر الى حقيقه ان هناك دولا في المنطقه تدرك منافع اقامه علاقات منفتحه وطبيعيه، دبلوماسيه واقتصاديه وامنيه مع اسرائيل، ولهذا وقعت الاتفاقيات الابراهيميه دون ان يكون لذلك اي علاقه بالقضيه الفلسطينيه. Thank <applause> as شكرا لك دكتور كوك على هذه الآراء الرائعة والمفيدة مشاهدين ما يمكن أن نخلص إليه مما قاله الدكتور ستيفن كوك هو أولا هناك شكوك تحيط باستراتيجية أمريكا تجاه الشرق الأوسط وما الذي يهم الولايات المتحدة وما الذي ترغب بالفعل في أن تفعله للتأثير على الأحداث هناك ستيفن أيضا أشار إلى أن الولايات المتحدة بحاجة لأن تقرر ما هو المهم وما هو الأقل أهمية كل هذه الامور غير واضحه سواء كانت عند اداره ترامب او اداره بايدن، الامر الذي جعل دول المنطقه في وضع اجبرها على اتخاذ توجهاتها بايديها، سواء كان ذلك في مصلحه امريكا ام لا، واشير الى النقطه الاخيره وهي ان المغرب استفاد بشكل كبير من اداره ترامب ومن اداره بايدن، وانا اشير هنا بالتحديد الى الاتفاق الابراهيمي وقضيه الصحراء. مشاهدينا الكرام أود أن أشكر باسمكم ضيفنا ستيفن كوك والمعلق الخاص للبرنامج جيدي جوردون والشكر موصول لكم بطبيعة الحال مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة وإلى اللقاء